احنا ما عندناش الاولاد شي عاد دابا شي عاد يعيدوا معانا على الاقل شي عاد معانا يقول لنا على الاقل شي عاد هذه الدراسه دراسه والله القسم الى واحد انا قسما بالله اللي كتجي ندير معاك 2000 درهم كانت عليا 12 درهم كامل كامل كنخدم فيها 12 ساعه هذا الراشد 12 ساعه وكنخدم فيها يلاه ب 1200 وتخدم الشهر ديالك وما تخلص فيه وحتى خويا المشكل اللي عندنا مع هذا السيد حنا خدامين مع هذه الشركه ديال السانديك مده ديال عامين دابا ودابا مني قربت سالي الكونطرا ديالهم دابا شي شهرين ما بقى بان لينا حتى شي واحد فيهم دابا المده ديال شهر ما بقى بان لينا حتى شي واحد فيهم ودابا حنا ضاربين دابا مده ديال شهر و18 يوم وباقي ما مخلصينش باقي ما جاناش الخلاص وفيما كنعيطوا ليه ولا كنتصلوا بشي حد من المسؤولين اللي في الشركه شي يقول لنا بان حنايا باقا ما تسيناوش لنا الشيكات حنا بغينا نعرفوا واش من الشيكات اللي ما تسيناوش واش ديال الشهر اللي مات لينا ساليناه ولا ديال هذا الشهر هذا اللي قربنا نساليوه دابا حنا دابا غاديين في مده ديال شهر و18 يوم ما مخلصينش وديجا حنا الخلاص ديما عندنا معطل بحال هكا من الاول ديالو مده ديال عامين دابا وحنا الخلاص عندنا معطل بحال هكا وهذا الشهر الاخر هذا ما بقينا شفنا حتى شي مسؤول منهم هما حتى حد منهم ما بقاش يجي يبغي يهضر معنا ملي جينا لبيروش بونك فين كيبيعوا البارطماش وهذاك الشيء قلنا حنا بان حنا ما بقى حتى شي مسؤوليه عندنا معاهم المسؤوليه ديال من دابا دابا حنا باقي ما عرفناش الشمعه من ندوي ما تيجي عندنا حتى شي حد ندوي معاه يلا جا عندنا سعاده قايد هو اللي جا عندنا دابا باش ندوي معاه حنا كاينين هنا فوق 30 واحد كلهم مخلصين كلشي ما مخلص حتى واحد ما مخلص كاينين افارقه حتى هما ها هو السيد ها هو حدايا كيتسال شي 5000 درهم ولا ما عرفتش شحال كيتسال عنده شي شهرين هادشي اللي كاين اخويا رسالة خويا اللي باغي نوجهها انا للمسؤولين هي هاد الناس هاد السيد هذا واش ما كاينينش شي ناس كيكونتروليه ولا شي يعرفوا بان السيد عنده خدامه هنايا وحنا زيدو خدامين عنوار خدامين بلا اوراق بلا والو عندنا الاولاد وهاد السيد واش ما كاينش شي حد ما كايناش مراقبه لهاد السيد هذا اللي خلينا حنايا هنايا شهر 18 يوم ومن نهار الجمعه وحنا كنجيو مع الصباح هنا مع السبعه ما كنمشيو حتى السبعه ديال العشيه وحنا جالسين في الشمس هاد السيد هذا حنا بغينا نشوفوا واش كاينين شي ناس اللي مراقبين هاد السيد اللي غادي باش حنا يجيب لنا فلوسنا حيت حنا ما نعرفوش مع من ندويو حنا ما عارفينش مع من ندويو اصلا النوبه الاولى جينا خدمنا مع هاد السيد مع الشركه هادي ما عرفناش جينا لحقنا خدمنا قال لك السيدي راه تخدم معانا قلنا له مرحبا جينا خدمنا كتجلس في كاريطه كيعطوك مره بوستك مده ديال عامين داز علينا الشتا داز علينا البرد داز علينا الشمس كل مره كيعطوك حاجه ملي شي يسلموا شي حاجه شي يطلقوها وشي يعطوك حاجه اخرى ودابا حنا مده ديال عامين عامين واش معكم حتى النساء شنو كيديروا هذوك النساء كيديروا لي فاميناج هذوك كيسيقوا كيشطبوا كاينين افارقه كيشطبوا هذوك النساء كيديروا فاميناج فهمتي كيسيقوا الدروج وكيشطبوا وكاينين معاهم حتى الافارقه حتى هما كيشطبوا وكلشي باقي ما مخلص وكاين اللي كيتسال الكريدي كاين اللي كيتسال شهور قبل كاين اللي باقي عنده الكريدي وحنا منهم انا بحال انا كنتسال دابا شهر وداخل دابا 18 يوم بالنسبه لما خدمتي في الشركه واش درتي معهم شي وثيقه سي ولا شي ورقه خويا راه الغالب الله انا باغي نخدم الله يجيب لي السالير قد انا فهمتيني انا باغي نخدم حنا ما طالبناش هاد السيد بشي وراق ولا شي كونترا ولا شي حاجه انا باغي نخدم على ولادي قلت لي غتخدم معايا ب 1300 النهار قلت لك مرحبا فهمتي انا ما غاديش نسول على اوراق وهادي حتى انا باغي نخدم على ولادي فهمتي فين ما جا غنخدم لا اصلا الخدمه ما كايناش قليله كي غدير حتى غتلقاها فهمتيني ولا لا ومني لقيتيها حتى كتشوف الحاله كي دايره حنا من الصباح وحنا انت شو عرقنا وشو حالتنا كي دايره تشرب بزاف حنا الناس هادو من الصباح حنا حتى حد ما جا دوا معنا حتى حد ما قال لنا حتى شي حاجه ما قال لنا حتى مالكم علاش واقفين هنا لما دارش معنا حل حنا غنبقاو هنا حتى الغدا وغنبقاو بتغدا حنا غنبقاو معتصمين هنا حنا لا دعاء الضروره غنجيبوا ولادنا ونجيو نجلسوا هنا حنا ولادنا Bonjour monsieur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kwadjo.
كودو فوزيتو يو فيان دي كودفوار Vous avez les papiers de... De Maroc? Non, pa... non, je n'ai pas papiers du Maroc, oui. Vous avez un problème avec le propriétaire de l'hospital? Si, oui, j'ai un problème de... Vous pouvez nous expliquer? Oui, ça me fait un an, deux mois que je travaille avec le syndic pour payer. Quand, avant de me payer, il me donne la moitié de l'argent. 500 dirhams, 1000 dirhams, 600 dirhams, ça, moi ça ne m'arrange pas, j'ai une famille. J'ai une famille, je paie ma maison. Pas avoir quoi pour payer la maison, j'ai des problèmes. Ma famille vient de partir en vacances en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire? Oui. Elle était déjà ici? Oui, elle était ici. Quand elle a fini, elle allait en vacances en Côte d'Ivoire pour revenir. Tu as vu? Moi, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à manger. Hein, avant de manger, je suis obligé de demander les clients. D'abord, avant qu'on me donne un peu de sous pour aller manger. Pourtant, j'ai une somme de 5 000 dirhams. Combien tu le dois? Il me doit 5 000 dirhams. Combien? 5 000 dirhams. 5 000 dirhams? Oui. Presque deux mois. Oui, deux mois. Je peux dire deux semaines. Quelle est la période que vous avez travaillé avec vous? Dans le mois de... J'ai commencé le 11 mai. 11 mai 2011. 2021 mois. 2021. Ouais. Oui. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Les congés, etc. Pas de congés. Pas de contrat de travail. On ne comprend pas. Il n'y a pas de contrat de travail. Pas de non, il n'y a rien. Pas de papier. Uniquement tu travailles, seulement tu s'en vas. Si tu es blessé, eux s'en foutent de toi. Et pourquoi vous avez accepté de travailler en noir? Avant de travailler, eux nous causent en disant que vous travaillez pendant trois mois. Je t'ai demandé pourquoi vous avez accepté de travailler en noir. Voilà, avant d'accepter... Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de papier? Oui, je n'ai pas de papier. Et puis de deux, il m'a dit que quand tu travailles trois mois, quatre mois, je vais faire papier pour toi. Jusqu'à présent, pas de papier. Ce ne sont que des mensonges. Pas de papier. C'est pour nous payer nos mémoires pour travailler pour eux. Et ils nous utilisent. C'est pas bon. Si ce propriétaire ne veut pas vous payer, qu'est-ce que vous allez faire? Toujours, chaque mois, on vient dans le bureau pour réclamer. Chaque mois, on vient réclamer. Chaque mois, ça me fait un an, deux mois qu'on réclame toujours. Pourtant, dans les autres côtés, pas de problème. À partir de 8, 9, on les paye. Mais surtout, j'ai 5, j'ai 6, toujours 20, 25, 26. Moi, dans mon côté, je ne comprends pas. Mais c'est pas si c'est comme ça, on travaille dans les sociétés. Si je te dis de poser un message pour cette société ou bien ce propriétaire. Non, puisque moi, c'est une personne que je la connais. Hein, c'est Assiri que je le connais. C'est Assiri, Yous Assaraf, que moi je les connais. Tu as vu, moi je ne connais pas le propriétaire, juste le grand patron de la société. Je ne le connais pas. D'accord, merci. Ouais. Salam alaikum. الناس هذو راه كلهم كيطالبوا برزقهم، حنا خدامه كنخدموا السيكيريتي ديال الليل الشاسه. هاد الناس كنسالوهم شهر و20 يوم، والسيد هذا كيتهرب علينا، والساكنه سالات الموله ديال الكونترا اخر نهار فيها واقع على اليوم ولا غدا، وهاد السيد هذا راه ما بغاش يخلصنا. ملي كنعيطوا عليه كيقول لك حنا انا ما كاينش هنايا، غدا غادي نجي، بعد غدا غنجي، السيمانه الاخرى وبقات غدا هكاك. دابا هاد الناس راه كلهم عندهم وليداتهم، كلهم ما شرنا باش نشريو كتوبه، ما شرنا باش نشريو ادوات لولادنا، كاع داكشي اللي كان اللي معولين عليه ضربوا لينا بالزيرو، وزادوا غرقونا بالكريدي، وحنا دابا باغيين رزقنا ما بقيناش لاقينو. السيد هذا كنطالبوا منه هو رزقنا، الله يرحم والدينا، الا عنده شي ضمير يجيب لينا رزقنا. بالنسبه لكم خدامين، واش خدامين بشي ورق ولا بلا ورق؟ ما خدامين نوار اخويا بلا ورق. علاش خدامين نوار؟ ايه واش غدير؟ راه ما هو خدام نوار. الخبز اللي كيخليك تخدم نوار. كيجيبك كيحطك في كاريطه انت خدام. ما يخلصك في وقت ما بغا. يقدر ما يخلصكش. دابا شحال باقي دابا؟ ما بقى والو دابا، الكونترا سالات. وكنسالوا شهر و20 يوم، يعني خاصهم يجيبوا لنا رزقنا. فين باقيين غادي نبقاو غاديين معاهم مازال؟ شو حالتنا كي دايره؟ بيتين عساسين بالليل وصابحين بنهار ثاني مشمشين. هذا كيفاش غادي تخدم الليل؟ اش عندكم الوليدات؟ عندي ثلاثه ديال الوليدات. كلهم كيقراو؟ الرابعه وانا هو الخامس، كلشي كيقرا، انا هو اللي كنقيدي كلشي. انا كلشي على حسابي انا، وشوف هاد الناس هاد. رسالتك لهاد السيد هذا اللي خدمكم واش بغا تقول له؟ بغا نقول له الا عنده شي ضمير يجيب لنا رزقنا صاحب، يجيب لنا رزقنا، ما باغينا والو، يعطينا رزقنا صاحب. واش حنا خدامين ب 40,000 ريال 1300 في الليل ما صابش منين خلصنا؟ الله يرحم والدي، نقول يعطينا رزقنا.
هاد الناس هادو راه بزاف، هاد الناس راه بزاف على هادشي. خصنا لنا حنايا دابا سيمانه وحنا نطلعو نهبطو. شفنا السيد القائد جا عندكم لهنا، شنو كان الحوار؟ هضر معاه، هضر معاه وقال لي اودي هاد السيد الناس خاصهم يتخلصوا، راه باقي لحد الان كيهضر معاه، لحد الان كيهضر معاه السيد القائد، راه كيهضر من مصلحتنا حنا. عارفوا واش داير؟ راه كيقول لنا شوف الله يرحم الوالدين وين رزقنا حنا ما باغيين والو. باش لله، باش لله معاكم السيد القائد. السيد القائد قال لك اودي غدا السيد غدا غيخلصنا، وحنا باقيين كنتسناو. القائد دابا هو دابا هضر معاه ثاني قال لنا تسناونا واحد شويه شوفوا الجواب اش غيكون. وهادشي اللي كاين. الله يجبتي سيدي. خدام راه ما تبغاتشوف كلشي، راه من الدريات والدراري وكلشي راه. ديال العام ونصو حنا كيديو ويجيبو فينا. بلاتي. ديما كيديروا معنا التوقيت غلط. الوقت ما كاينش محدد، الوقت محدد ديال الخلاص. حنا ما كنطالبوا من هاد الناس حتى شي حاجه، كنطالبوهم يجيبوا لنا رزقنا. كيديروا معنا نهار 8 كتولي نهار 18 كتولي 28 عاود كنرجعوا من زيرو. وهادشي اللي كاين. خليه يمشي. السلام عليكم. شويه ها صافي مشكل. واش هادو ديال الناس اللي حابسين تما بحالهم بحال هاد الناس اللي خدامين كيبقاو يتسناو 18 يوم. دابا انت وقفوك من الخدمه. حنا واقفين حنا اربعه. علاش وقفوكم من الخدمه؟ قال لك العمل ديالكم ساهله. قلنا لهم مرحبا. شفت كدير في العمل ديالك؟ حنا كنا في المدارس. كاين مدارس شنو كدير؟ شادي انت المدارس على حسب السيكيريتي ديالهم. حارس راه حنا اربعه ديال الناس ودابا 18 يوم شهر و 18 يوم. واش هادشي كاين في القانون؟ صيفطوكم في حالكم وما عطاوكمش الواجبات ديالكم. ما عطاوناش حنا حابسين. كونجيات وداكشي ما عطاوهمش. ما كاين لا كونجي لا والو، حنا حابسين راه خاصو يخلصنا نهار حبسنا نعطيوه يومين توقيت ويجيب لنا رزقنا، حنا حابسين ماشي خدامين. لو جيتو عند اسبيرسو ترافاي مول. إلا جيت غادي نقول لك هادشي غادي ندخل معاك لشي حاجة. شي ناس اللي كيعرفوا سبيكتور ترافاي. لا مال. شي لا شي على هذا السؤال اللي عطيتيني. واش هاد الناس افهمني غنكمل لك. حيت هاد الناس هادشي اللي دويتي لي عليه ما تيعرفوش هما كاع، ما كيعرفوش هادو كاع. قالوا لك كيعرف ماشي الناس. وهادو ما كيعرفوش كاع سبيكتور ترافاي هادو اللي خدامين. قول لي وريه ليا فين كاين. شكون هو اللي غتوريه؟ هاد الناس اللي خدامين ما عارفين. خلي سبيكتور ترافاي يقول لهم ها حنا فين كاينين. انت سير دير القانون ديالك وسير لعند سبيكتور. القانون ديالي غادي يعطيه لي انا بوحدي. ما عطاو حتى لهادو 100 اللي واقفين. هادي راه 100 واقفه كتسنى. واش قانون غادي يعني نمشي غادي ناخذو في المحكمه؟ انا راه ملي كنت كنمشي كندوز مع الناس في المحكمه كيقول لي سبيكتور ترافاي غنصيفطك للمحكمه. كنقول ليه انا ما كنعرفش المحكمه، كنعرفك انت. هادي راه محكمه اللي وانا واقف فيها، هي كنت سبيكتور ترافاي وطبق عليا القانون ديالي. يعني واخا كتمشيو عنده ما كيدير لكم والو. هادي مع شركات اخرين ماشي مع هاد الناس. هادو هادو ما عمرنا دعيناهم ما عمرنا قربنا لهم. يعطيونا عا هادشي اللي كنطالبوا حنا. انا كان الرساله ديالكم لهاد الناس. الرساله ديالنا هما يجيبوا لنا غير رزقنا. هادشي اللي كنقولوا لهم. شكرا شكرا.